هذه بي ان اف ام على قناة النيل الأزرق والموجة 91 عبر راديو. نتواصل معكم مشاهدينا ومستمعينا. ويمكن الأيام الماضية وماذا الحديث يدور عن الوضع الصحي في السودان والوضع خاصة في ولاية البحر الأحمر ومدينة بور سودان، الحديث عن جائحة كورونا وازدياد الحالات، ويمكن وسائل الإعلام تناولت هذه المسألة بكثير من الوقت. احنا حنقف على الحقائق الآن، على حقيقة الأوضاع في بورت سودان. معنا عبر الهاتف الدكتور طه الطاهر أحمد بدوي، رئيس الغرفة العليا لإدارة الطوارئ وجائحة الكورونا ولاية البحر الأحمر بورت سودان. السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وانتم بخير. كل سنة وانتم طيبين، وكل عام وانتم بخير الإخوة في قناة النيل الأزرق، وعبركم التحية لكل المشاهدين داخل وخارج السودان من أبناء هذا البلد الطيب المحفظ. اللهم امين، نعاد علينا جميعا وبلادنا خاليه من الوباء وخاليه من اي امراض ان شاء الله. عايزين منك توضح لنا حقيقه الوضع الراهن والوضع الحاصل في مدينه بور سودان، ما تناولته وسائل الاعلام والوسائط، تاكيد او نفي لما حوته. انا برجع قليل للوراء، انه هذه الجائحه طبعا هي ضربت العالم من العام من أوائل السنة الفائتة 2020، وحقيقة الجائحة هي دخلت كل بيوت العالم وكل قارات العالم، والسودان ليس استثناء من ذلك. ولو رجعنا لولاية البحر الأحمر والسودان مثلا، السودان ثم ولاية البحر الأحمر، انتظم حقيقة العمل والجهد الرسمي والشعبي عبر المؤسسة التنفيذية ولاية البحر الأحمر بقيام قطاع الصحة بالتجهيزات التي تواجه بها هذه الجائحة، كذلك من خلال قيام الغرفة العليا لإدارة جائحة الكورونا في الولاية كجسم تنسيقي يعمل على نهض استنهاض الجهود الرسمية والشعبية في اتجاه مكافحة الجائحة منذ مارس 2020، وظلت تعمل هذه الغرفة منذ مارس 2020 حتى الآن لمدة 16 شهر متكامل، تؤدي دورها على أكمل ما يكون من خلال سلسلة من التواصل مع المؤسسات على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي في ولاية أو في ولاية داخلة أكبر مدينة هي ميناء السودان، بالإضافة إلى أنها ولاية تعتبر فيها كمية من المعابر البرية والبحرية والجوية تمثل وجه للدخول والخروج عبر ذلك. كان التحدي كبير جدا في خلال هذه الفترة أنها هذه القصة ومن خلال وكذلك قطاع الصحة أن يحافظوا على سلامة وصحة إنسان ولاية البحر. نجي نقول ماذا يحدث الآن. حقيقة ما يحدث الآن طبعا هو في طبعا الجائحة في كل هذه الفترة في 16 شهر الأخير ترتفع، نخش مثلا في أزمة بتاعت ارتفاع للإصابات ثم تنخفض بالإجراءات التي تتم على الأرض. هذه الموجة الأخيرة هي حقيقة ليس استثناء ولكن كانت شرسة جدا، لأنه معروف عن الفيروس، فيروس الكورونا هو فيروس متحور علميا لا يستقر على حالة واحدة، وكذلك هذا بالضبط ارتباط كبير جدا بمسألة الوعي المجتمعي وقضايا تعزيز الصحة المرتبطة بمحاربة الأوبئة. والسودان لو عاين الخرطة الوبائية بتاعتها ممكن يكون فيها كوفيد 19، ممكن يكون فيها برضو حميات ساحلية نسفية، ممكن يكون فيها ضربات شمس الآن لأنها تعاني من صيف كل عام في أغسطس وفي يوليو ترتفع درجات الحرارة، كانت في مشاكل طبعا مرتبطة بالكهرباء وكذا، وطبعا هي ذات مدينة تمددت في السنين الأخيرة. إذن هي جملة أمراض وليس الكورونا فقط. نعم، جملة أمراض وليست الكورونا وحدها. حتى ارتفاع الوفيات لا يمكن أن تقول هذه الوفيات التي سجلت بأعلى معدلاتها مثلا 38 جثة في اليوم، تقول هذه الوفيات جميعها سيرتيفايد كوفيد 19، لانه
ممكن تكون فيها كوفيد او كورونا كوفيد 19، ممكن تكون فيها ناس نوت سيرتيفايد لانهم جاءوا متوفين من بيوتهم لم يتم التاكد من ذلك. كذلك في ناس يموتوا بامراض عاديه، ناس يموتوا بضربات الشمس، ناس يموتوا بالحمى النسبيه اللي هي الحمى بيسمى الدين فيبر الموجود الان، كذلك ناس قد يكونوا توفوا في احداث توفوا في. اذا ما السبب في هذه الاشاعات اللي انتشرت الان ولماذا الان هذا الحديث عن امتياح كبير للمرض، وخاصه يمكن الروايات التي ذكرت اللي هي المتحوره الهنديه دلتا وغيرها من الاشكال لكوفيد 19؟ احنا طبعا ظللنا في السودان منذ قيام الحكم الانتقالي هنالك شائعات كل يوم ترسم. انا افتكرها الاعلام متابع هذا الامر، وكثير من الشائعات التي تصاغ تكتشف انها شائعات بعيده جدا عن المصداقيه والحقيقه، وهذا وضعنا الان. لكن لانه طبعا هي زمن بتاع حريه، الناس يمكن ان يختاروا الصادق من القذف، وانا بفتكر انه الوضع الان هو في هذا الاطار، خاصه ولايه البحر الاحمر تشهد برضه فيها برضه مواضيع اخرى غير قضايا الصحه، مواضيع عندها علاقه بالامن وعندها علاقه بالصراع، عندها علاقه بالمفاهيم السياسيه المختلفه، عندها علاقه بالاختلافات، ممكن تكون بجزئيه برضه مؤثره جدا على هذا الوضع الصحي. لكن انا كنت افتكر انه نحن في الصحه لا نختلف تماما، لانه الصحه هي تؤثر، الصحه وقضايا التعليم وقضايا الوعي هي مؤثرات حقيقيه على كل المجتمع، لابد ان لا تكون جزء من الخلافات. ولكن هذا برضه ممكن يكون فاكتر او اثر حقيقه على هذا الوضع الان، يعني ممكن الذين يريدون ان ينالوا من هذه الولايه ويطرحوا انه السودان تحتضر هم من يؤكدوا على انه هذا منهج لا علاقه له بالصحه، لانها في الصحه ممكن الانسان حتى هو مريض ينتكس ثم يعود للصحه بشنو؟ بدعم الكوادر الصحيه، برفع المعنويات، بتقديم المعينات، يمكن على ذكر المعينات والكوادر الطبيه، الصحف نعم. اوردت انه في نقص في الكوادر الطبيه ونقص في المعينات الطبيه من الاكسجين وغيرها في كل السودان يا استاذه. نعم. في كل السودان هذا وضع طبيعي. انت عارفه حتى في هذه الجائحه حتى كثير جدا من الكوادر الطبيه لا ترقب في العمل في الفرونت لاين او في الخطوط الاماميه. لانه الزول يعني اذا دخل هذه المراكز بتاعت العلاج المسميه مراكز العزل هو ممكن يكون معرض للاصابه بنسب عاليه جدا. ولكن هؤلاء الجنود الذين يعملون في هذه الخطوط حتى اطلق العلم عليهم الجيش الابيض، وهذا يعني تاكيد أن هؤلاء يقدموا حياتهم سكريفايس لهذه القضيه الكبيره وهي المشكله الكبيره اللي هي الكورونا. نحن حقيقه نؤكد ان الوضع الان في ولايه البحر الاحمر مستغير تماما، حتى الموجه الان بدات تنحسر بدرجه عاليه جدا، يمكن ناس الصحه اكدوا انه هي 50% الان نزلت. انا باكد اليوم برضو كمان من التقارير بتاعت الموتى في المغابر انه حتى الموت انحسر بنسبه من 50 الى 55%. وذلك في جهد كبير جدا بيتم الان على الارض من خلال تطبيق الاشتراطات الصحيه. الاشتراطات الصحيه هي جزء حقيقه، احنا في الحقيقه حتى الكورونا الان لم يكتشف لها علاج ودواء ناجع، لكن العلاج يرتكز على الاشتراطات نمره واحد اللي هي البروتوكول ما يسمى ببروتوكول الجائحه، ثم التناول اللقاح، لانه كل الدول التي عندها امكانيات ضخمه جدا لم ينحسر منها الكورونا الا بتطعيم شعبها. نعم. يمكن ملاحظ في بيان للوزاره ان 1110 فقط تم تطعيمه من جمله 30,000. طبعا هذا الرقم يعني في بيتكلم عن المصل الصيني الاخير اللي وصلنا ايام العيد او قبل العيد بيوم اللي هو 30,000 جرعه، لكن احنا وصلتنا قبل ذلك 15,000 جرعه من الفاكسين بتاع استرازينكا، وتم تطعيم نسبه عاليه جدا قد وصلت الى 98%. نعم. الاقبال يعني كبير على اخذ الجرعات. ايوه، في الفتره الاولى في اكثر من قريب 14,000 شخص اخذوا جرعه، اما ال 1100 بتتكلمي عنها دي
فقط في الفتره بتاعت العيد بالمصل السينوفارم الصيني الذي وصلنا بطلب مننا هنا من السيد وزير الصحه بتوجيهات وزير الصحه. والان التطعيم شغال ونحن في ال 15 يوم دايرين نقول في جهد كبير حيتم لتطعيم 30 ألف مواطن ان شاء الله. وفي بشارة أخرى برضو جايين برضو مصل جونسون أند جونسون وده برضو بكميات كبيرة جدا. أنا أفتكر أنه الخطة بتاعت اللقاح والتطعيم ماشية برضو في الحتة دي بيكون في تغيير فيري راديكال وتغيير كبير جدا في قصة الخطة الوبائية في ولاية البحر الأحمر. وأنا أفتكر أنه الناس الآن كانوا محجمين على التطعيم للشائعات التي يطلقوها الناس على في الواتساب، ولكن الآن بالظروف الموجودة الناس أقبلت على التطعيم. وأنا أفتكر أن إحنا قاعدين كلنا نشتغل في تغيير الخطط بتاعتنا حسب الطوارئ الصحية، وتؤكد الأرقام ذلك وتؤكد أننا نحن معابرنا ذاتها أفتكر في من خلال المحاجر الصحية، يعني مشاعة دي سلالة هندية وكذا، برضو ده كلام غير دقيق تماما، لانه اذا كان احنا نتكلم عن ذلك معناته نهزم العمل بتاع المحاجر الصحيه اللي هي عندها بروتوكولات عالميه تطبقها في المعابر البحريه والمعابر الجويه والمعابر البريه. نحن نشكرك دكتور طه الطاهر احمد بدوي رئيس الغرفه العليا لاداره الطوارئ وجائحه الكورونا ولايه البحر الاحمر بورسودان لهذا التوضيح. واذا كان من رساله اخيره تود توجهها نترك لك المساحه. انا رسالتي الاخيره اقول انه اهلنا في البحر الاحمر، نحن جزء اصيل من هؤلاء من هذه المكونات الشعبيه الموجوده. نحن كلنا نعمل سويا لرفع الكفاءه الصحيه في ولايتنا. وانا بوجه رسالتي الاخيره، نحن نشكر ابنائنا وبناتنا الذين الكوادر الصحيه التي تعمل وتدافع عن هموم الصحه وتقدم الخدمه العلاجيه لكل اهل بورسودان، ونترحم على كل من فقدنا اعزاء افاضل من هذه المدينه. وداير اقول اخيرا للاخوه الكرام في ولايه البحر الاحمر، الالتزام بالاشتراطات الصحيه في القرار الطوارئ 47/2021، التوجه الى مراكز اللقاح. شكرا. شكرا لك كثير دكتور طه الطاهر.